أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بخير. أشكر زميلي محمد إسماعيل على حكايته الأولى. أما حكايتي الثانية مع حضراتكم فهي كالآتي: لم يعد أو لم تعد مرضا يصيب كبار السن كما كان يعتقد الأطباء سابقا. حاليا تصيب كبار السن والشباب والنسبة تتزايد. حوالي 15 مليون حالة سنويا تدخل المستشفيات بسبب هذا المرض، ثاني أكثر مسببات الوفاة على مستوى العالم بعد الأزمة القلبية، ألا وهي السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، عافانا الله وإياكم. أعزائي المشاهدين، خلونا نتعرف سريعا على علامات ودلائل الجلطة الدماغية. تتلخص هذه العلامات في كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، كلمة فاست. هذه الكلمة مكونة من 4 أحرف. الحرف الأول حرف الإف يشير إلى الفيس أو الوجه، الحرف الثاني حرف الأي يشير إلى أرم الذراع، الحرف الثالث يشير إلى إس سبيتش اللي هو الكلام أو النطق، الحرف الأخير حضراتكم ده مهم جدا ويساعد على الشفاء من الجلطة بشكل أسرع، وهو تي تايم اللي هو الوقت. حضراتكم سريعا كده نتعرف على العلامات الظاهرة في هذه الجلطة. يظهر في الوجه في الفيس ناحية الشمال أو ناحية اليمين إلى زاوية معينة يميل الفم. أما الحرف الثاني وهو حرف الـ A الأرم الذراع، عدم القدرة على التحكم في أحد اليدين، يد اليمين أو اليد الشمال بيكون عدم القدرة على التحكم بشكل طبيعي. الحرف الثالث اللي هو speech نطق أو الكلام، يحدث ما يسمى للمريض أو المصاب بالجلطة اللعثمة الكلامية. حضرتك ببساطة لو طلبت منه أنه يقول اسمه رباعي أو ثلاثي أو يقرأ آية قرآنية مش هيقدر، ما يسمى اللعثمة الكلامية. وفي بعض الأوقات يصاب المريض بما يسمى الحبسة الكلامية أو الحبسة التعبيرية. الحرف الأخير أو التي التايم، الحرف ده مهم جدا ارتباطه بال3 علامات اللي قبله، لأنه النهاردة الوقت هو أكثر العناصر، لأن أنت عايز تستفاد تروح بدري للطبيب. سنة 2018 ما قبل 2018 الأطباء قالوا أنه خلال 4 ساعات ونص من الممكن إن إذا ذهب المريض إلى المستشفى يحدث تحسن ملحوظ في الجلطة خلال 4 ساعات ونص. الأبحاث بعد 2018 بتقول إنه ممكن خلال 9 ساعات برضو لو أخذ المريض الأدوية المذيبة للجلطة يحدث تحسن ملحوظ في الجلطة. للحديث أكثر عن الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية أحاور ضيفي المتخصص الدكتور سامح راشد، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، أهلا وسهلا أستاذ. برحب بيك يا دكتور سامح في بدل الحكاية 2، سعيد جدا وجود حضرتك معي النهاردة. بنتكلم يا دكتور عن السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية. طبعا ده تخصص حضرتك في مجال مهم جدا ومجال نادر. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ آسر والساده المشاهدين. حضرتك دكتور سامح، عندي سؤال عايز اعرف ببساطه معنى الجلطه الدماغيه ومفهومها بمفهوم طبي مبسط للساده المشاهدين. استاذ آسر، الجلطه الدماغيه او المخيه هي عباره في الاساس عن انسداد وعائي تماما كشريان او وعاء يغذي منطقه، فيحصل فيه انسداد فيحصل انقطاع الدم عن الوصول لهذه المنطقه فيحصل فيها جلطه افقاريه، واحيانا يحصل جلطه نزيفيه، يحصل نزيف ما يسمى النزيف بالمخ، فيا اما تكون نزيف او تكون انسداد للوعاء ببساطه. ببساطه، طب ما اهم اسباب الجلطه الدماغية، الأسباب الموجودة، أهم سبب عشان السادة المشاهدين يكون الأمور واضحة بالنسبة لهم ببساطة كده برضو. زي ما وضحنا للسادة المشاهدين، الجلطة يا إما نزيف يا إما جلطة انسداد للوعاء أو الشريان. فالنزيف أول سبب وأشهر سبب ليه هو ارتفاع ضغط الدم،
وهنا بنأكد على متابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم، لأنه هو السبب الرئيسي للنزيف بالمخ، خاصة عند الانفعال أو عند الارتفاع الشديد أو عند بذل مجهود شاق. يعني اخد من كلام حضرتك يا دكتور، الضغوط النفسية والمعيشية والقلق والتوتر من مسببات الجلطة او السكتة الدماغية. تمام، الضغوط المعيشية هي في الصميم من أسباب عفوا اتفضل. الضغوط المعيشية هي في الصميم من المسببات الجلطة الدماغية. ليه؟ لأن هي بتلعب من وراء الستار، بترفع ضغط الدم، بترفع السكر، بترفع الكوليسترول، بتزود اليوريك أسيد، بتزود الأدرينالين، بتزود العملية إثارة الأعصاب. فكل ما ذكرناه، كل اللي احنا قلناه دول أسباب للجلطة الدماغية. الضغوط الحياتية والمعيشية بترفع كل هذه الأسباب، فهي سبب غير مباشر للجلطة الدماغية. سؤالي لحضرتك يا دكتور، برضو كان زمان بيقول ان كبار السن هم اكثر الفئات عرضة للاصابة بهذا المرض، حاليا دلوقتي الشباب، طب الشباب النهاردة اللي عدد كبير من الشباب حسب الاحصائيات يصابوا بهذا المرض، ايه تفسير حضرتك للامر ده؟ تمام، احنا النهارده فعلا بنشوف شباب في العشرينات وفي الثلاثينات وما شاء الله في زهوة العمر يصابوا بالجلطة الدماغية، وهذا امر غريب بصراحة. ليه؟ لأن معظم أسباب الجلطات بتبقى يعني بتتركز في السن الكبير، زي ما قلنا السن نفسه عامل خطورة، كل ما الإنسان بيكبر في العمر كل ما ده بيوصل لتصلب الشرايين وتراكم الدهون وضعف في الأوعية، فالسن هو أخطر عامل. لكن في الشباب لما نلاقي الجلطات في الشباب الصغيرين ودي موجودة وما عادتش نادرة، فده بيكون له غالبا بيكون فيه سبب واضح، سبب يعني بنشير بإصبع الاتهام لسبب واضح، يا إما القلب وعدم انتظام ضربات القلب أو العمليات الجراحية والقلب المفتوح والصمام وعدم الانتظام على مسيلات الدم، أو ربما يكون هناك خلل في الشعيرات الدموية أو الأوعية الدموية بالمخ فتسبب نزيف أو تسبب أو ترسب جلطة. والأشهر من ذلك اللي احنا بنشوفه كتير في الأيام في شباب اليومين دول اللي هو السموم اللي موجودة في زي الاستروكس والفودو والحاجات الجديدة اللي بتطلع، والشباب اللي بياخدوا حاجات كتير وكوكايين وفيتامين وأدوية صعبة جدا 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 ده من ياخدني يا علاجه. دكتور، ده ياخدني الأمر مهم جدا، يعني العادات الصحية اليومية يعني أنا كشاب عادي عايز أتعلم العادات الصحية لتجنب حدوث الجلطة غير المواد المخدرة، أنا كشاب تنصح الشباب بإيه أو كبار السن؟ العادات الصحية عموما كلها بشكل عام بترفع من الحالة الصحية عموما ومن صحة الأعصاب عموما وبتحمي من الجلطة بالتحديد. فمن أهم حاجة العادات الصحية اللي يجب الالتزام بيها للناس اللي بيكونوا عندهم عرضة للجلطات. أصل من فضلك أستاذ أسر، إحنا عندنا برضو إيه اشتباه، يعني في هناك حالة اشتباه بتحصل لما يكون الإنسان كبير، لما يكون بيدخن، لما يكون عنده ضغط وسكر وقلب وارتفاع في الشرايين وتصلب في الدهون وارتفاع في الدهون وتصلب في الشرايين، كل ما اجتماع كل هذه الريسك فاكتورز احنا بنسميها الريسك فاكتورز، يعني عوامل الخطورة. ده عوامل لو الخطورة يا دكتور ياخدني، يعني ياخدني برضو العامل مهم جدا اللي هو عامل الوقت، الفترة الزمنية ما بين حدوث الجلطة والذهاب إلى المستشفى أو الإسعاف. تمام، وانا سمعت حضرتك في الفتره والمقدمه القيمه اللي حضرتك مشكورة، ابتدات بيها الحلقه شكرا. اللي هي الفاست، اختصار كلمه فاست، وده احنا بناكد عليه دايما في الاعلام وفي الثقافه الطبيه اللي عايزينها تنتشر عند عموم الناس، ان الجلطه يا جماعه بتتعالج بسرعه، يعني بتتعالج في اول وقت حدوثها، لكن بعد ما بتحصل بيبقى صعب جدا علاجها، زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين ان الخليه العصبيه بعد ما بتتجددش، فلو هلكت او ماتت
للاسف ما بترجعش، مش زي بقيه معظم الخلايا ممكن تتجدد وتقدر تمارس دورها الطبيعي. فعلشان كده بناكد على ايه؟ على عامل الوقت اللي هو اهم عامل في التحسن من الجلطه. ربما يجل المريض على كرسي وممكن جاي على ترولي او على نقاله وياخد العلاج المذيب للجلطه في اول 4 ساعات ونص، وما شاء الله يروح ماشي على رجليه وزي الفل ولا كأن حاجه حصلت. في عامل تاني آخر يا دكتور، هو دور العلاج الطبيعي في الجلطة أو في علاج الجلطة، ده عامل مهم جدا بيتهيألي بالتوازي مع الوقت. تمام، اسمح لي يا استاذ آسر، حاضر هرد على سؤالك لكن بعد ما اوضح اكتر في عامل الوقت. احنا قلنا ان هو في اول 4 ساعات ونص، فعلشان كده اي انسان يلاحظ تنميل او تقل في اللسان او انحراف في الوجه، يقول لك وشه جاي على ناحيه او ايديه تقيله او رجليه تقيله، او خاصه تلعثم اللسان، تقل اللسان، ده علامه من مؤكدات ان اشتباه الجلطه، خاصه مع السن الكبير، مع الضغط، مع السكر، مع الدهون، كل دي بتشاور ناحيه ان احتماليه وجود جلطه. وهنا ضروره التوجه لاسرع المستشفى واقرب مستشفى يكون فيها اشعه مقطعيه، لان بمجرد عمل الاشعه المقطعيه وفحص الطبيب المتخصص في المخ والاعصاب بناكد يا اما في جلطه يا اما ما فيش. ولو في جلطه ولو خد العلاج المذيب للجلطه في الوقت ده هيرجع ان شاء الله زي الفل. تمام يا دكتور. سؤالي الأخير، دور العلاج الطبيعي في إذابة الجلطة أو في علاج الجلطة، عشان ده تمام، يبقى مهمل جدا من جانب المصاب. تمام، احنا الحمد لله دلوقتي ما شاء الله حتى الحالات اللي ما بتتحسنش بمذيبات الجلطة وبتمشي على مسيلات الدم، دور العلاج الطبيعي قوي جدا فيهم. وما شاء الله حاليا دلوقتي العلاج الطبيعي بقى متقدم وبقى حديث، وبقى فيه أجهزة بتستخدم الرنين المغناطيسي وبتستخدم الحس الطيفي على الدماغ وعلى الأعصاب، بحيث تتكون دوائر حركية جديدة وتتخلي الخلايا اللي هي مش بتقوم بالوظيفة الحركية ربما تساعد بعض الخلايا الموجودة. وكتير من المرضى اللي بيكونوا على في حالة إعاقة وحالة صعوبة مثلا في الكلام أو الحركة أو المشي أو ربما الاتزان، بتمارين علاجية معينة وبتكنيكات في العلاج الطبيعي، وده طبعا بيحتاج وقت، وما شاء الله تحسن ملحوظ وواضح جدا. فالأمل موجود الحمد لله، والعلاج الطبيعي كل يوم بنشوف فيه تطورات جديدة. دكتور سامح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور سامح طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك في بدل الحكاية اتنين. حضراتكم ليها تعقيب أخير على اللقطة اللي ظهرت في الماتش بتاع الدنمارك لما اللاعب إريكسون وقع. دي الثقافة الطبية، لما حضراتكم تبصوا على الشاشة اللاعب لما وقع زميله عنده ثقافة طبية، هو مش هو ما كانش عنده جلطة أو عنده لاج أو كان بيشك إن عنده بلع لسانه، لما جري عليه اللاعب هو عنده ثقافه طبيه، كلنا عايزين يبقى عندنا ثقافه طبيه. الفكره الشاهد في الصوره ديت ان هو جري عليه مباشره عشان هو فاهم انه ممكن يكون بلع لسانه او عنده يعمل له مساج في صدره. كلنا حابين اطفالنا والشباب وكبار السن، لابد ان احنا لو حد من حوالينا احنا معرضين كلنا ان احنا نصاب لا قدر الله بهذا المرض. أعزائي المشاهدين، وبكده تكون خلصت فقرتي مع حضراتكم. أشكركم على حسن المتابعة، أراكم على خير في رعاية الله.